مشاهدونا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في السودان هذا المساء، وهذه أبرز عناوينه. بلينكين يهاتف البرهان ويؤكد دعم واشنطن للعملية السياسية في السودان. في يوم زائد للعمل الإنساني، الإمارات تدشن إفطار صائم بالخرطوم. المريخ وعبور تشرين السوري، قصة الزعيم في هذا المساء. تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان اليوم اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، تم فيه استعراض مسيرة العلاقات السودانية الأمريكية ومستقبلها. وأطلع البرهان وزير الخارجية الأمريكي على سير العملية السياسية بالبلاد والتحديات التي تواجهها، وأكد بلينكين دعم الولايات المتحدة للعملية السياسية في السودان ووعده بمساعدة بلاده في تذليل العقبات التي تقف في طريقها. اختتمت بالخرطوم المباحثات الرسمية بين دولتي السودان وجنوب السودان حول بيئي برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة العليا للإشراف السياسي والإداري لمنطقة أبيي محمد حمدان دجلو ومستشار حكومة دولة جنوب السودان لشؤون الأمنية تود جولواك، وذلك في حضور مبعوثه الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي السيدة هانا تيتا وممثلين للاتحاد الإفريقي والإيجاد. ووقع الجانبان بيانا ختاميا في ختام المباحثات، حيث وقع عن الجانب السوداني نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي وعن جنوب السودان مستشار رئيس حكومة جنوب السودان لشؤون الأمنية. واستمرت أعمال الاجتماع المشترك للجان العليا في دولتي السودان وجنوب السودان المعنية في أبيي لمدة يومين وبمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيجاد، حيث جاء في المحضر أن الطرفين تباحثا حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعينا في الاعتبار الاحتياجات المحلية في منطقة أبيي من المساعدات والخدمات الإنسانية اللازمة وإقامة مشاريع التنمية كالمستشفيات والمدارس والطرق، والتي يجب أن يطلع بها الجانبان بصفة مشتركة وبمعاونة المجتمع الدولي والأمم المتحدة تمهيدا للوصول إلى الوضع النهائي لأبيي. وتطرق وفد جمهورية جنوب السودان لموضوع الوضع النهائي وسيتم النقاش حوله في الجولات المقبلة. واتفق الجانبان على عقد الدورة الثالثة لاجتماعات اللجان العليا بمدينة جوبا في تاريخ يحدده الجانبان لاحقا. شعب واحد في دولتين، ونحن دارين الروح الطيبة تخلينا نحن صحيح في دولتين، لكن دارين نكون شعب واحد بحقه حقيقة وبنوايا طيبة يعني بروح طيبة. فعلاقاتنا أكثر من ودية، وعلاقاتنا أكثر من أخوية. والله يعني إحنا زي ما بنحافظ أو بنخاف على السودانيين في شمال السودان، بنخاف وبنحس بنفس الإحساس اللي بنحسه في الشمال بنحسه في الجنوب. ده إحنا صادقين في الكلام ده، وما قاعدين نجامل الإنسان عشان تكونوا عارفين الكلام ده. عشان كده إحنا مصرين أنه قضية أبيي قضية تكون قضية عادلة للطرفين. دشنت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالخرطوم مشروع إفطار السائم المقدم من مؤسسة زائد للأعمال الخيرية والإنسانية، والذي يأتي متزامنا مع الاحتفال بيوم زائد للعمل الإنساني والذي يصادف 9 أبريل من كل عام. وأوضح سفير دولة الإمارات بالخرطوم السفير حمد محمد الجنيبي أن هذا اليوم يتزامن مع ذكرى رحيل الشيخ زايد بن سلطان، تجسيدا لقيم الوفاء لهذا القائد في مجال العمل الإنساني. وأضاف إن يوم زايد أحد أهم المحطات في أجندة الأعمال السنوية في دولة الإمارات، وهو مناسبة للاحتفاء بمناقب الشيخ زايد في مجال العمل الإنساني. وأضاف أن مبادرات الشيخ زايد نوعية التي أسهمت في التخفيف عن الشعوب في كافة المناطق التي شهدت نزاعات وكوارث، مشيرا إلى المبادرات التي تم تنفيذها بالسودان مثل مبادرة المير الرمضانية المقدمة من الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، والتي استفاد منها حوالي 250 شخص في 7 ولايات. ضمن مبادرة مليار وجبة لدعم النازحين والمتأثرين بالنزاعات والصراعات والتي ترعاها مؤسسة محمد بن راشد المكتوم،
أكملت منظمة زاد السودان حملة دعم ل5000 أسرة من النازحين والمتأثرين في مناطق النزاعات بولاية الخرطوم. وأوضح رئيس منظمة زاد السودان نمير محمد إن المنظمات تسعى من خلال العديد من الشراكات للوصول لإحصاءات حقيقية تمكنها من تنفيذ مشروعات إلى الطابع المستدام في العام 2023، بالإضافة إلى المساهمة في تخفيف الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد بدعم الفئات الهشة اقتصاديا. وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الأوضاع الإنسانية التي تعيشها فئة المتأثرين والنازحين والمتأثرين بالنزاعات والصراعات. من الدمازير وعندنا ناس جو من المناطق المنكوبه ورحبنا بهم وساكنين معانا هنا، بكل الشكر للامارات ومنظمتها التي دعمتنا ونحن نطمع في المزيد. شكرا على مساعدتكم ودعمكم لنا، واول مره تزورونا وشرفتونا كثير، ان شاء الله وربنا يساعدكم. اما في الشان الرياضي، ضمن منافسات بطوله كاس الملك سلمان للانديه العربيه، ينتظر جمهور الأحمر الوهاج أن تواصل الفرقة الحمراء توهجها وبريقها بتخطي تشرين السوري هذا المساء مثلما فعلتها في مباراة الذهاب على ذات المنافسة. تأهل الهلال إلى الدور القادم في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية بعد خسارته مساء أمس بهدفين مقابل هدف من المنامة البحريني في لقاء الإياب بالبحرين. وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الهلال ب3 أهداف دون مقابل. جاءت أهداف المباراة في الشوط الأول، حيث تقدم ديفيد أباغنا للهلال قبل أن يعادل الملامة ويتقدم في ذات الشوط عن طريق عيسى موسى وإبراهيم الختال. وسيواجه الهلال في المرحلة المقبلة الفائز من قطر القطري والصفاقس التونسي. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذا المساء. تذكير بأهم العناوين: بلينكين يهاتف البرهان ويؤكد دعم واشنطن للعملية السياسية في السودان. في يوم زائد للعمل الإنساني، الإمارات تدشن إفطار صائم بالخرطوم. المريخ وعبور تشرين السوري، قصة الزعيم في هذا المساء. بهذا نصل وإياكم إلى ختام النشرة لهذا المساء. لمزيد من المعلومات والأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني اشروق.net.sd. في أمان الله.